جماعة الخير، السلام عليكم ويعطيكم العافية والله يسعد مساكم يا رب. احنا موجودين حاليا في منطقة وادي الجوز، وهي بعيدة يعني مسافة يدوب 200 متر عن البلدة القديمة. اليوم صراحة جايين انا يعني ما متغدي ومتقل على الغداء، فجاي اتحلى. هاي المرة تحلاي راح تكون غير شكل، هاي المرة تحلاي اشي مرتب، خلينا نشوف شو هو. يلا. السلام عليكم حاج حمزة، الله يسعد مساك، شو اخبارك؟ من الله، الله يرضى عليك. شوف شو عم بسوي نافع على السيخ يا بابا، على الفحم يا باي. شوف النافع التانيات. هلا حمزة بده يعلمنا كيف بدنا نعمل هاي الكنافة. هاي الصحن، هات نشوف. ندهنه سمنة، بعد ما ندهنه سمنة يا سيدي العزيز عجينة، بعد العجينة نحط عليها جبنة نابلسية، ها والعجينة نابلسية. اخبط. طلع جماعة الخير، هذا السيخ، هذا اختراع جديد بس عند عمر حمزة. بعد ما نحط لها الجبنة طبعاً، نحط الجبنة ونحطها على النار. يا إلهي، عمرها مرت عليكم إنكم تاكلوا كنافة على السيخ؟ ميت اهلا وسهلا، ما شاء الله. هات نجربها شوي، ناخذ بس هيك نعمل تيست. هلا هي سخنه بس يعني شوي نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طولت من باكل فيها عشان نحاول الواحد هيك يذوق الطعم الصح. للأمانة بتختلف عن الكنافة العادية، عن جد كنافة زاكية. طيب حلو كثير، إذا من أولها مش عارف أبي زكفوف، أنا مش عارف عمرنا كنافة هلا. حس حالي دكتور أنا. تمام، أعطيني أول إشي. هاي السمنة، أرفع الصحن جنب الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، أوصر الفرشاي من الجنب، أيوة، حط كمان مرة، حط كمان واحدة. تمام. أيوة. صورها هلا، ادهنها على الصحن، اعصر الفرشاي في الصحن، مشيها في الصحن، الفرشاي ترجع محلها هيك؟ ايوه، الفرشاي ترجع محلها. بسم الله. افرد الصحن، رجه هيك كمان شوي صغيره، تمشي زمونه. ايوه، خلاص جاهز. بعدين نسوي له هيك لما يكون كله متناسق. تمام. بعدين ايش؟ بس ما هي العجينة قديش، هالقد ولا اقل؟ حط متبين معك في الصحن بس تفرد. حبيت نص الجبنة برا. بس هلا الاطراف حاول ما تخليش عليهم جبنة لأنه بتنحرق، إذا انحرق الطعم مش زاكي. تمام، خلينا نجرب نحط هون. أنت حطها في النص وافردها. فهمت عليك، هيك. أيوه. الاطراف حاول قيم منه الجبنه، ابعد. ايوه، انت معلم كنافه خلص بدكم شغيله. كمان شويه جبنه حط لها. يلا، شو
شوية صغيرة. هيك تمام؟ هيك تمام. حطها على النار. صحة والف عافية. اعمل حاجة. بنحط لها غطاي 20 يورو. غلط واصل. تعال. اه انت تحملها بايدك ولا جاي تحملها بالكماشة؟ في حساب بينهم. في حساب بينهم. في حساب بينهم. ابوك لا. يعني شوف ليش صراحة حلو انك تعمل كنافة، بس انا اذا كل حبة بدي اقعد اعمل فيها 10 دقايق مش راح نخلص، يعني احنا نعمل حبة عشان الحلقة عشان نشوف كيف نجرب الاشي، بس يعني مش راح اشتغل هذا الشغل، هلا بنشوف كيف بتطلع طعمها، اهم شيء الطعم كيف بده يطلع. طب ايش نسوي؟ ايش نضل نستناها؟ بدنا نلفها شوي. اه صح. شوية صغيرة هيك كل شوية نلفها. ومع انه اسمع والله هيب هيك تحس حالك دكتور يعني. انا جاي اشمر بعد ما خلصت شغل مش مشكلة. خلص صدقوا معي انه انا قاعد يعني ببيع البسطة. بس خليني هذا الصحن لانه هذا شغلي انا بدي اشوف. ايوه بالضبط قاعد نجرب نحرك. حركه براحتك. احسن ما تقول انه خربت الطبخة. قديش تقعد هي غالبا وقت على على الكانون؟ من 5 لـ 7 دقائق يعني. احنا ما عيناش مشكلة. اطلع على الجناب. اه تحمرت. تحمرت. وظايف من هون بدها شوية صغيرة نسوي لها هيك نخلي النار على محل مش مستوي نسويها. طب هذه جاهزة؟ بسم الله. اوه الف الف هاي عبارة عن 2-3 كيلو زيادة بس. وبنقدر نقول صحة وألف عافية. أوه ألف ألف. راح لمعلم وأنا المعلم. استنوا شوي نشوف شو نسوي هلا. واضح من هلا البدء يعني ما تبينش الجهة من شو اسمه الكنافة من عندك. لفها 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 هني هاي. اه صح صح. انت عملت اول شيء فكره السيخ هاي ولا شفتها عند حدا؟ هاي والله شفت فيديو على الفيس وجربت يعني خسرت 2 كيلو جبنه 2 كيلو عجينه. عشان تزبط؟ زبط معي الاشي صح. تجارب بالدور ضليتني اجرب 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 عبين ما طلع الطعم صح معي. جرب الصحن هذا كمان نحطه شوف بده يطلع الشغل. لا شكلي اخذت على الصنعه انا بدي اترك التصوير اترك كل المجال هذا وبلش بهذا الشغل. طب هات نجرب نشوف هاي شو صار فيها. اوه ساحر صح؟ اه جاهزه هاي خلاص اتوقع هيك جاهزه. هيك جاهزه. حط الصحن هيك. الصحنين مع بعض صح؟ الصحنين مع بعض. ألف بسرعة. بدك هاي هيك. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ارفع ارفع ايوه اقلب. والله شكلها مش مستوية. برجعها بقلبها. بسم الله. بدها كمان شوي. يعني مش مشكلة بالمونتاج بنرفع شوي البرتقالي بنرفع شوي عشان يظبط اللون معنا. قطر. قطر أول شيء. أول شيء قطر. أظني ماسك ايده ولا بتحرق ايدي؟ لا لا بتحرق شيء. كمان؟ بس بزيادة هيك، حسب الزبون كيف بده قطر. نجيب زبون حدا من الشارع يجرب. هذا نشوف لنا حدا من الشارع. شوف هذا الشاب بلاش هلا يحكي لنا لا. اعطيني شوي كور عليك امر. اسمع قرب شوي علي. هلا احنا قاعدين بنصور برنامج تمام؟ والله فاحكي عشان انا الكنافه انا عملتها. فاحكي انها زاكي حتى تطلع مش زاكي تمام؟ لا يا زلمه زاكي يا زلمه لا مش زاكي. انت بلشت تحكي زاكي قبل ما تدوقها. جرب يلا قول بسم الله. بسم الله. هذا غير هذا زاكي برافو. طب ما انت استطعم فيها شوي عشان يصدقونا الناس. يلا صحة والف عافية حبيبي. وهيك الكنافة بتكون جاهزة. وعم حمزة
برمضان وين راح تكون موجود؟ راح تكون موجود هون؟ الله هون قبال ابو زهره وادي الجوز المنطقه الصناعيه مقابل ابو زهره. خلاص ان شاء الله. شايفين الكنافه هاي؟ يعني لما تيجوا ان شاء الله بتيجوا، ان شاء الله في ناس قاعدين بيحضرونا من القدس والداخل والضفه، ان شاء الله بس تيجوا على فلسطين بدكم تيجوا على القدس، تيجوا على وادي الجوز وتجربوا الكنافه هاي، لانه الامانه كنافه شيء 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 منيح 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 يعني بعد تجربه. بعدين شفتوا تجربه الشب اللي جبناه من الشارع عشان ندوقها، يعني صح انا حكيت له احكي انها زاكي، بس هو عن جد هي زاكي، يعني هو جربها وحكى انها زاكي.